النهارده ان شاء الله هنتكلم على ثلاث حاجات. حاجه اسمها اللامركزيه اكسنتريستي، الانبعاث باكلينج، ده الجزء الاهم في محاضره النهارده، واخر حاجه معاملات الامان فاكتورز اوف سيفتي. هتكلم مقدمه كده في الاول، وبعد كده اللامركزيه وايه تاثيرها في التصميم بتاعك، فرق ما بين حاجتين الرنين والانبعاث ريزونانس والباكلينج. بعد كده هتكلم ايه هو الانبعاث اساسا وايه الاجهادات اللي بيسببها وطول الانبعاث بحسبه ازاي ومعاملات الامان، وبعد كده ختمها في الاخر. طيب كل حاجات النهارده تعتبر مشاكل في التنفيذ، يعني هي جزء منها بيبدا نظري بس هي بتبان اكتر وانت بتنفذ. اللامركزيه والانبعاث حاجات معينه تعتبر الى حد ما كانها عيوب في المنشا بتاعك. اجهادات الضغط نتيجه الباكلينج تتاثر جدا بشكله او نص قطره بمعنى اصح وطوله. اخر حاجه هتكلم عليها هي معاملات الامان وايه علاقتها معانا وتفرق معانا ايه عن اي مهندس تاني. طيب كنت اول حاجه اللي انا مركزيه. دلوقتي لو بصيت الرسم اللي على الشمال دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي ده عباره عن بليد زي اللي اتكلمت عليه المره اللي فاتت. البليد ده ملزوق فيه في الجنب عمود. تمام؟ هل في اي مشكله؟ دلوقتي البليد ده هل السنتر بتاعه هو السنتر بتاع العمود ولا لا؟ بتاع الممبر هل هو ولا مختلف؟ مختلف. ده معناه ان لو واحد فيهم متكون فيه قوه هل تتنقل هي للضلع او للضلع للوح؟ ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هتكون قوه وعزم. طب سؤال، هي القوه الاول لما تبدا تاثر على الدراسة بتاعي هتاثر الاول اول حاجه على ممبر على عمود او ضلع يعني ولا على بليت؟ على البليت الاول، لان احنا بنعلق الحمل بتاعنا في البليت، او حتى لو عند الركايب البليت هو اللي على الارض مش الضلع. فهي في الاول هتيجي على البليت وبعد كده تتنقل للضلع. يحصل ايه تتنقل؟ يتكون عزوم صح؟ طب مقدار العزوم دي قد ايه؟ القوه في الضلع مضروبه في المسافه ايه؟ اهي المسافه ايه اللي هي دي؟ اللي هي المسافه بين مركز الضلع ومركز اللوح نفسه. طيب هل دي مشكله؟ مشكله، ومشكله كبيره جدا. ليه؟ انت المفروض عامل التصميم بتاعك ان الضلع ده فيه ايه؟ نورمال بس، سواء تنشن او كومبريشن. لا ده زاد عليه كمان بيندنج مومنت، وخلي بالك بيندنج مومنت عالي جدا. لان المسافه اللي انت شايفها قدامك دي كبيره قوي. فبالتالي اللي هيحصل ان الضلع بدل ما هو عليه مثلا لو كان تنشن بدل ما عليه تنشن ستريس بس هيبقى عليه تنشن ستريس وكمبريشن ستريس من البيندنج مومنت والعكس. تمام؟ طب الحل ايه؟ قدامك حاجه من اثنين. الحل الاولاني ان انت وانت بتصمم تبقى عارف كده تقول في الحته دي انا هحط ضلع مفرط يبقى صممه من عليه ان وام، يعني لازم تطبق المعادله بتاعت ام ان على ايه زائد ام على اي في واي تطلع اقصى اجهاد شد واقصى اجهاد ضغط والاثنين ما يحدوش مسموح بيه. ده حل. الحل الثاني المحطوط على اليمين ده ان انا اعمل ايه؟ احط بليت يمين وبليت شمال. خلاص؟ في الواقع انهي حل اللي بيتعمل؟ الاثنين. لما بيكون الضلع فيه قوة صغيرة جدا 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 زي مثلا اضلاع الدياجونال او الفيرتيكال قريبة من النص ويبقى كده كده القطاع مستحملها بزيادة قوي، فيقول لك طب وانا ليه احط ضلعين؟ لا ده انا احط ضلع واحد واعمل حساب في التصميم اخد معايا الموجود عادي جدا. الكلام ده طبعا ما ينفعش في حاجة زي الابر كورد واللور كورد لان يكون فيهم ايه؟ عالية جدا جدا جدا. فلو عملت حركة زي اللي على الشمال دي وقلت هاخد معاك سنترستي هتلاقي انك محتاج ضلع ضخم قوي. طب الحل ايه؟ حط ضلعين، ضلع يمين وضلع شمال. دلوقتي انا عملت ايه؟ ايه اللي عملته؟ استفدت ايه لما عملت الحركة دي؟ لغيت اللامركزية خالص. بقى دلوقتي القوة هتتوزع بالتساوي على الضلعين في السنتر. العزم اللي هيتكون من الضلع اللي على اليمين هيجي العزم اللي هيتكون من الضلع اللي على الشمال. تمام؟ كمان دي مهمة جدا، أنت ممكن تصمم ضلع ما تاخدش بالك من الحتة دي تكسر أول ما تحمل. في برضه نقطة مهمة، مش لازم تحط ضلعين، أنت ممكن تجيب ضلع تقسمه بالنص، تحط نصه يمين ونص شمال زي ما أنت عايز. ده كده جزء بتاع اللامركزية. خش بقى في الكلام، قبل ما نتكلم النهاردة على الانبعاث.
اول حاجه عايز افرق بين حاجتين الرنين ريزونانس لا لا يا كده يا كده يا تاخد التصميم يا اما تحط ديزاين عمل تاني مفيش مشكله هتشوف طيب بتكلم على الفرق بين حاجتين اول حاجه الرنين الريزونانس والابعاد باطلين هما الاثنين فيهم شبه من بعض في حاجه معينه اولا ايه هو الرنين هي حاجه بتحصل الاضلاع المشدوده بس بشرط تكون طويله جدا اللي بيحصل له ايه ان هو بيعمل اهتزازات زياده وبيطلع صوت فعلا ده بالظبط كان جبت قاسك وشديته ولو خبطت يحصل له ايه هيرن تمام او هو بالظبط زي اوتار الالات الموسيقيه هي مشدوده جدا عشان ترن خلي بالك انت تلاقي العازف قبل ما بيعزف يقعد يظبطها لان كل ما بينصت قوه شد معينه بيدي لنا مختلف عن الثاني خلي بالك الرنين ما بيتمنعش لا انت بتحجمه بس يعني ايه؟ يعني اي ضلع مشدود بيحصل فيه رنين اول ما يتخبط خبطه او حتى يجي في صوت عالي شويه بيبدا يرن الفرق في ايه؟ المشكله في ايه؟ او يعني الحل في ايه؟ هو لو وقف بعد فتره صغيره جدا جزء من الثانيه او الثانيه كويس لكن المشكله لو فضل يرن فتره طويله جدا ممكن يتكسر اللي عايز يحس بدي محطه استجابه اول ما القطر بيعدي من المحطه فانا هتلاقي السقف بيرن لكن اول لما العربيه الاولانيه تطلع من المحطه ما تسمعش حاجه ده معناه ان هي معموله كويس ان هي فعلا الرنين بتاعه ما بيستمرش نيجي بقى للمشكله الاكبر اللي هي الانبعاد الانبعاد برضه حاجه بتحصل في الاضلاع بس المضغوطه مش المشدوده تمام والطويله بيحصل لها ايه؟ نتيجه ان هي مضغوطه ولو فيها اي ازاحه صغيره في النص فيا اما تنيك تضغط عليها بيحصل لها ايه؟ هتتقلص اكتر لغايه ما تتكسر تمام؟ خلي بالك الانبعاج بيسمى حاله عدم استقرار يعني هو اول ما بيحصل الضلع بيتكلم بيتكسر فورا السبب الرئيسي اللي فيه غير قوه الضغط طبعا وجود ازاحه مبدئيه يعني الضلع ما بيبقاش مستقيم في الاول بيبقى في ازاحه مبدئيه طيب كتعريف او يعني كتعريف الازاحه دي او جت منين؟ هي ليها كذا سبب يعني من اهمهم عيوب تصنيع دلوقتي انت بتجيب الخشب او الحديد ده معمول في مصنع او في ورشه الحديد مثلا انت صبيته هل انت ضامن ان هو هيتصب مظبوط 100%؟ لا تاني حاجه وهو بيبرد مش ممكن الناحيه تبرد اسرع من الثانيه اتجاه الهواء جاي كده فالناحيه دي تبرد اسرع فيحصل لها ايه؟ تنكمش شويه عن الثانيه تمام؟ واسباب كتير جدا حاجة تانية الوزن الزيت هو الضلع ده متعلق في الهواء وزنه هيخليه يتبنى الأحمال الجانبية الضلع ده جات عليه شوية رياح يحصل له إيه؟ هيتبنى برضه عزوم الانحناء بس طبعا ده مش الكلام ده مش في التراس في الفريم أو في التراس زي ما قلنا في الأول إن كده كده هو في بيندنج مومنت أي بيندنج مومنت هيتنين آخر حاجة اللامركزية اللي اتكلمنا عليها من شوية برضه اللامركزية دي هتخليه يتبنى يعني في الآخر أنت هتوصل للشكل اللي على اليمين ده هيبقى عندك الضلع اهو في ازاحه صغيره اماكن الدلتا دي مش كبيره زي ما انا رسمها كده انا بكبرها بس ازاحه صغيره وبيتضغط تمام لو كان العمود زي اللي على الشمال ده ستريت 100% من غير اي ازاحات عمره ما يحصل له باكلينج وهيفضل يتضغط لغايه ما يحصل له سكواشنج اللي هو صح طبق الواقع اللي على اليمين طب ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي انت عندك دلتا وحمل بيه بيحصل ايه في العمود ده؟ عزم طب العزم بيعمل ايه؟ دلتا يعني الدلتا هتزيد صح؟ طب الدلتا لما تزيد يحصل العزم يزيد تاني تحصل الدلتا وهكذا السؤال بقى المهم الكلام ده هيحصل من النهايه ولا هيوقف؟ ده بيعتمد يعني في احتمالين الاحتمال الاول ان الكلام ده يقعد يحصل لغايه ما العمود يتكسر يتني لغايه الاخر الاجهادات فيه تزيد او يتكسر الاحتمال الثاني لا ان يحصل اتزان يعني عند نقطه معينه الدلتا تبقى كبرت شويه زادت فعلا بس العزم الخارجي المتكون يساوي العزم الداخلي فيحصل حد اتزان والعمود يفضل واقف طب ده بيعتمد على ايه؟ على قيمه الاجهاد اللي بتاثر على العمود طبعا هي معادله تفاضليه واستنتاج كده قصه طويله مالناش دعوه بيها المهم في الاخر ان ده القانون اللي بيدي لك
قيمة الإجهاد ده. طبعا بيقول لك سيجما كريتيكال يعني إجهاد اللي لو وصل الضلع متحمل عليه يحصل له انبعاج هو عظمته إيه بيساوي باي سكوير في إيه على لندا سكوير، ولندا بتساوي ال باكلينج على ار، طول الانبعاج على ار اللي هي نص قطر القصور. لو العمود بتاعك الاجهاد اللي عليه اقل من الاجهاد ده هيتني شويه بس مش هيوقع، لو قد او اكتر هيبدا يحصل له انبعاج وينهار قوي. خلاص؟ تمام كده؟ يبقى مش زي تجربه الشد، تجربه الشد ايا كان الطول اللي انت بتشده تقريبا مفيش فرق. كده كده يطلع عكس الاجهاد، على عكس تجربه الضغط. لازم تقعد تجربها كذا طول لان كل طول بيديك اجهاد مختلف عن الثاني، وخلي بالك ان السيجما بتتناسب مع عكسيا مع مربع اللمبة. مش عكسيا مع اللمبة لا، مع المربع بتاعها. تمام؟ طب نبص على الرسمة دي، هتلاقي الرسمة دي أنا رسم لك علاقة بين لندا على المحور الأفقي وسيجما كريتيكال على المحور الرأسي. طول ما لندا صغيرة يعني طول الانبعاج صغير بيبقى الإجهاد عالي جدا، يعني العمود القصير بيستحمل إجهادات كبيرة. على العكس العمود الطويل بيستحمل إجهادات إيه؟ صغيرة جدا جدا جدا. الرسمة دي بقى فيها عيب واحد أو معنى صح فيها حاجة غير منطقية بالمرة. دلوقتي افترض ان عمود قصير قوي قوي قوي، يعني طوله تقريبا بيساوي صفر. يعني لندا بيساوي صفر، سيجما كريتيكال بكام؟ بانفينيتي. هل الكلام ده متفق؟ يعني لو حطيت عمود كده وقعدت تضغط عليه عمره ما ينهار يشيل زي ما يشيل؟ لا. امال ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو مش هيحصل له باكلينج. يعني الاجهاد اللي يسبب العمود القصير جدا ده باكلينج اجهاد عالي جدا 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 جدا. طب هو العمود المضغوط بالهارد باكلينج بس ولا ممكن في احتمال تاني؟ في احتمال تاني انه ينهار بالايه؟ بالضغط اللي هو بنسميها عندنا الصح سكواشنج. يبقى ده معناه ان العمود بتاع لو قصير وضغطته مش هيلحق يوصل للباكلينج، لا ده هيجي عند اجهاد الكمبريشن بتاعه وينهار. يبقى ده معناه ان الاعمده عندنا بتنقسم نوعين، اعمده طويله ورفيعه سلندر لونج كولوم تنهار في باكلينج وتقطع للقانون ده، واعمده قصيره شورت كولوم بتنهار باجهاد الضغط العادي. بس خلي بالك من حاجه، ما ينفعش انط على طول، يعني ما ينفعش مثلا اقول مثلا يعني لو لندا اقل من 100 يبقى اجهاد الانهيار هو اجهاد الكومبريشن، ولو لندا اكبر من 100 يبقى اجهاد الضغط. لا، في مرحله انتقاليه ما بينهم اللي بيوصفها المنحنى ده. المنحنى ده ايه اللي حصل فيه؟ اولا انا جيت كده عند 100 وهتكلم ال 100 دي جبتها منين؟ قلت والله اكبر من 100، لو اللمضه اكبر من 100 يبقى العمود ده سلندر ويخضع لقانون اويلر، بعد كده اسمه اويلر اويلر ستريس، ويبقى بينطبق عليه القانون اللي لسه كاتبه من شويه اللي هو باي سكوير اي على لمضه سكوير، ده المنحنى اللي على اليمين. اللي على الشمال ده انا هعتبره شورت كله، ونتيجه تجارب وشويه دراسات ونماذج قال لك احنا هنفترض ان الاجهاد بيتناسب مع مربع اللمضه. يعني المعادله اللي انا كاتبها دي ان لو اللمضه اقل من لمضه 1 اللي هي 100 اللي انا حاططها عندي في الرسمه يبقى سيجما كريتيكال بيساوي سيجما التيميت ناقص اي في لمضة سكوير. يعني حط لمضة زيرو يبقى عندك سيجما كريتيكال بيساوي سيجما التيميت، يعني انهار عند اجهاد ايه؟ الكمبريشن بتاعه. كل لما نسبه اللمضة تزيد شويه بتخفض الاجهاد بحاجه بسيطه. ده في الايه؟ في الشورت كورن. يبقى تاني لو العمود لونج انا بحط نسبه معينه بقول اكبر منها لونج اقل منها شورت. لو اكبر منها يبقى سيجما كريتيكال بيساوي باي سكوير اي على لندا سكوير. اقل منها يبقى سيجما كريتيكال بيساوي سيجما التيميت ناقص اي في لندا سكوير. تمام؟ طيب دلوقتي في مجهولين انا مش عارفهم. هل انا عارف ال 100 دي جت منين؟ لا. طب هل انا عارف السيجما التيميت دي جت منين؟ اه دي انا عارفها، لان انا هعمل اختبار ضغط على عمود قصير جدا جدا هجيبه. طب هل انا عارف دي جت منين؟ لا. يبقى انا عندي مجهولين، اللمضه 1 اللي هو الحد الفاصل اللي انا بعتبره والاي. تمام؟
انت لو جبت واحد فيهم هتجيب الثاني ازاي؟ لندن وان عشان تجيبها يا اما بتعمل نماذج رياضيه يا اما الاحتمال الاكثر اللي بيحصل انت بتعمل تجربه في المعمل. يعني ايه؟ بتقعد تجيب كذا عمود بكذا طول، يعني اللندن مختلفه، وتقعد تجرب تكسرها، تضغط عليه لغايه ما تكسر زي ما شفت في الفيديو، زي ما ان شاء الله هنوريك في الفيديوهات هنعملها على تجارب الضغط. تبدا تشوف فين التجارب اللي بتخضع للمنحنى ده؟ اهي المنحنى اللي على اليمين ده اللي هو السنتر كورس. طول ما التجربه بتحقق المعادله يبقى انت السنتر. اول لما تلاقي ان في رقم بقى اقل منها ما انت دخلت في الايه؟ في الشورت كورس. تمام؟ التجربه على طول هتديك المنحنى ده، كل اللي هتعمله بس ان انت من المنحنى ده هتشوف النقطه اللي حصل ده اختلاف في المعادله. يعني النقطة اللي قبلها بقت معدل باي سكوير اي على لندا سكوير ما بتتحققش. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت لندا 1 اللي هي الحد الفاصل ما بين الشورت واللونج. طب ناقصني مين؟ الاي. الاي دي هجيبها من على الرسمة. ازاي؟ هو المنحنيين دول منفصلين ولا متصلين؟ في نقطة مشتركة يعني؟ عند كام؟ عند لندا 1 اللي هي تقريبا او اللي انا خدتها في الحاله دي في الرسمه بتاعت 100. خلاص يبقى انت هتقول ان المعادله الاولى والمعادله الثانيه بيدوا نفس سيجما كريتيكال عند لندا بتساوي 100. طب هل المعادله الثانيه فيها اي حاجه مجهوله؟ طيب احنا عارفينها وحسبناها واللندا بقت هي لندا 1. طب المعادله اللي فوق دي فيها حاجه مجهوله؟ مين؟ الايه؟ جبت الايه؟ خلي بالك ان ده كله فرض، يعني دي كده فرضيه، يعني ممكن بعد فتره تطلع فرضيه ثانيه تقول لك ان المعادله دي بتساوي سيجما التيميت ناقص اف لاندا كيوب مش سكوير، او ناقص اف لاندا. هي معتمده على تجارب اتعملت ومودلز رقميه حسابيه قايمه عليها. خلاص المعادله اللي تحت مستنتجه رياضيا، لكن اللي فوق تعتبر الى حد كبير معادله وضعيه. انت هتستغل الكلام ده في ايه؟ بعد ما هتجيب المنحنى، بعد ما نعمل التجارب، هتشوف العمود اللي عندك، تحسب ال L وال R اللي هي نص قطر القصور، ومنها تحدد اللندا، اللندا هتقول لك ده شورت ولا لونج، وعلى اساسها تحسب الاسترس بتاعه وتشوف مسموح بيه ولا لا، تمام؟ كانك بتعمل ديزاين عادي جدا. طول الانبعاث هو المشكلة الكبيرة في حساب الانبعاث، انت ساعتها طبعا حاسين الموضوع ده جدا يعني. المشكلة الكبيرة عندك وانت بتحسب هو طول البركة. تعريفه ايه؟ هو طول نص موجة اللي هي دي. اهي مش دي كده عاملة نص موجة؟ نص موجة ساين. طول النص الموجة هو طول الساين. وفي التراست بيبقى من النقطة المتثبتة اللي بعدها، يعني دي أبسط حاجة. طب سؤال، هو العمود بينبعث في اتجاه معين ولا ليه كذا اتجاه؟ العمود ممكن ينبعث في اربع اتجاهات، يعني انت عندك خط كده ممكن ينبعث لفوق صح؟ او لتحت او لبره او لجوه، تمام؟ لفوق ولتحت زي بعض وبره وجوه زي بعض. لفوق ولتحت دول بنسميهم حاجه اسمها ان بلين باكلينج. يعني ترس عندك راسي لو اتنى لفوق او لتحت يعني في مستوى التراس فده بنسميه انبعاث في المستوى ان بلين. بره وجوه بنسميه اوت اوف بلين. طب السؤال وانا بعمل ديزاين عندي هل اخد الان بلين ولا اوت اوف بلين؟ الاثنين لازم تاخد ده وتحسب له اجهاد وده وتحسب له اجهاد واللي يديك اجهاد اقل تشتغل بيه لان ده اللي هيحصل حوالين انبعاث الاول. طب حسبت ده وحسبت ده لقيت ان في مشكله في واحد فيهم، اعمل ايه؟ عشان اتحكم في طول الانبعاث بستخدم حاجه اسمها البريسنج او الترابيز. خلاص؟ يمكن ان شاء الله باشمهندس خالد هيتكلم عليها بالتفصيل، بس انا هوريك بس رسمه مش هحضر. الرسمه دي عباره عن تراس 3 دي اهو، ده كده تراس 3 دي. انا راسم لك بالاحمر شكل الانبعاث الان بلين لكل الضلع الاخر كله. شايفين؟ هو مبسوط في كل النقط دي بالنسبه للان بلين، مبسوط بالاضلاع الدايجونال، هو هينبعت كده بعد كده 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 وهكذا لغايه الاخر. يبقى طول الانبعاث الان بلين هو طول من النقطه دي للنقطه دي. المشكله بقى اوت بلين، هو ايه اللي ماسكه بره؟
واحد مفيش اي حاجه ماسكه الضلع ده بره المستوى الضلع الاصلي، يبقى يوم هينبعت كله حته واحده، يبقى هو في المستوى الباكيات مسكان كل باكيه بتمسك الابر كورد واللور كورد، فبيبقى طول الانبعاث هو طول الضلع. دي سهله قوي. نعم دي او دي، دي او دي الاثنين زي بعض تفرقش تفرقش خالص. جربها ممكن تجربها بره المستوى مفيش حاجه ماسكاه هينبعت كل حته واحده. طب دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ وحشه جدا. يبقى الحل ان انا احط كده ضلع بالعرض يمسكه، فبدل ما الطول يبقى ده كله لا يبقى ايه؟ النص او التلت زي ما انت عايز. تمام؟ الذكاء بقى في الباتلنج ان انت تظبط الطول الصح والار الصح. يعني ايه؟ عشان تقلل تاثير الباتلنج انت بتلعب في اللمضه، تخلي اللمضه صغيره. فاللمضه ال على ار، فانت يا تقلل ال يا تزود الار. طب الار بيجيب ازاي؟ الار هيجاز الاي على ايه؟ ان انت تعلي ايه؟ طبعا ان انت تعلي ايه؟ انت بتكبر القطاع يعني بتدفع اكتر. خلاص؟ يبقى انت الحل الاولاني قدامك ان انت تكبر الانيرشيا بتاع القطاع. الحل الثاني ان انت تقلل ال. طب بتقلل ال ازاي؟ بتحط ضلع زياده يمسكه. تمام؟ هل تعمل دي ولا دي؟ انت بتوزنهم. والله انت بتشوف تكلفه دي كام؟ وتكلفه دي كام؟ وعلى اساسها تدفع. وخلي بالك ممكن تعمل حل ميكس من الاثنين، يعني ممكن تعمل ايه؟ ممكن مثلا هقول انا هاخد الحل ده ان انا احط ضلع جانبي يخلي الطول انبعاث نص الطول وهكبر القطاع سنه، يبقى انت كده عملت حل مزيج من الاثنين. خلاص؟ انت بتعمل ايه؟ بتجرب كذا طول الانبعاث وكل طول وتشوف القطاع اللي محتاجه. وشوف انت دفعت كام في زياده القطاع ودفعت كام في البريسنج بالزياده، ويبقى ده تمن. شوف بقى كل طول انبعاث ثمنه كام وعلى اساسه تختار. بعض الحالات بيبقى ده احسن حل، واحيانا بيبقى ده واحيانا بيبقى ده. المتحكم الرئيسي اللي فيها على فكره هو العمود شورت ولا لونج. يعني ايه؟ طول ما انت بتقلل طول العمود في اللونج انت بتكسب وبتكسب قوي، لان انت تقليل طول العمود للنص يزود لك الاجهاد 4 مرات. خلاص؟ في حين ان انت في الشورت كله ما بتكسبش قوي، يعني بقى المكسب اضعف شويه. خلاص؟ فان انت تنقل العمود من لونج للونج اقل او من لونج للشورت ده اختيار كويس. لكن انت تحوله من شورت لشورت اقل منه هتلاقي ان الاستفاده ايه؟ ضايعه. ماشي؟ بيبقى يمكن ساعتها احسن لك ان انت تسيبه بطول الانبعاث ده بدل ما تدفع زياده في ضلع البيت. طيب كده احنا خلصنا كلام على الباكلينج. اخر حاجه هتكلم عليها النهارده معدلات امان، ودي نقطه مهمه جدا في الديزاين بتاعك والتنفيذي. احنا ليه بنستخدم معدلات امان؟ عشان احنا كمهندسين بنصمم حاجه اسمها سيف ديزاين. تمام؟ او ساعات بنسميها سيف تو فيل. ده عباره عن ايه؟ انت بتصمم المنشا بتاعك ان هو ينبني ويفضل موجود في مكانه، تيجي عليه الاحمال يستحملها، تزيد شويه يستحملها، وحتى لو حاول اتكسر يدي انذار. فنتيجه لذلك احنا بنستخدم معاملات امان. وخلي بالك معاملات امان تختلف جدا من حاله ثانيه. يعني على سبيل المثال معامل امان بنقسم عليه في حاله التنشن بيبقى في حدود 1.7، يعني باخد الاف انت اقسمها على تقريبا 1.7 وصمم. في الباكلينج عشان الباكلينج حاجة خطيرة وفجائية بيبقى معامل أمان أعلى، بيبقى تقريبا 2.4، مش فاكر بالظبط يعني، رقم كبير يعني. ماشي؟ طب سؤال، واحنا المنشأ اللي هنعمله في المسابقة دي هنبقى عاملينه عشان يستنى ولا ينهار؟ في كاتيجوري 1 عشان ينهار. في كاتيجوري 2 عشان يستحمل الحمل اللي أنا هقول لك عليه. ده معناه ايه؟ معناه ان هيشتغل في كاتيجوري 1 ممكن ما يستخدمش معاملات امان خالص، وفي كاتيجوري 2 يستخدم ارقام صغيره شويه مش ارقام كبيره، لان هو عارف الحمل هيجيله وضامن انه مش هيزيد. خلاص انت ضامن انه مش هيزيد دي. احنا في الواقع بنحط معاملات الامان ان احنا ساعات بنبقى متوقعين الحمل يزيد. طيب كويس قوي.
يبقى انت المسابقه بتاعتك السايكولوجي وان حاجه اسمها ديزاين تو فيل، ان انت تصممه عشان ينهار. بس ده ما يمنعش ان انت ممكن تحط حاجه اسمها معاملات اهميه، بس نسميها معامل امان، ممكن نسميها معامل اهميه او معامل، يمكن ده تسميه مع بعض استخدموها معامل جهز. يعني ايه؟ يعني في حاجه انت واثق منها 100%، هل تختارها معامل امان؟ لا. في حاجه بقى انت مش متاكد منها او خايف انها تحصل، ممكن تعمل ايه؟ لا، ده بدل ما هستخدم الاجهاد ده كامل هستخدم 90% منه بس. على سبيل المثال وانت بتعمل ديزاين للباكلينج، هل الباكلينج حاجه كويسه ولا وحشه؟ لا، الباكلينج حاجه وحشه جدا، اللي هي اول ما بتحصل المنشا بينهار فورا. يبقى انا ممكن اقول والله اجهاد الباكلينج ده احسبه وبدل ما استخدمه كله لا ده استخدم نسبه منه بس 90%، 85%، والله انت وايه؟ وزي ما تستريح انت وطبيعتك يعني. حاجة تانية، الوصلات. احنا قلنا الفريق اللي هيحصل له انهيار في الوصلة ايه؟ هيستبعد في المسابقة. فممكن وانت بتصمم كل حاجة جوه الوصلة سواء كان الغيرة او اللوح او ايا كان تحط معامل امان شوية، تقول لا بدل ما استخدم اجهاد الغيرة كله هستخدم مثلا 90-80% منه. خلي بالك ده ما يعتبرش معامل امان قد ما هو معامل شك او معامل جهل. فاهم كده؟ دي فيها مشكلة؟ طيب الهدف من النهارده، خلي بالك المركزية بتقلل لك قدرة الضلع، بس ممكن تتجاهلها لو ضلعت ان في قوة اساسا ضعيفة. اجهاد الضغط بتذهب عكسيا مع مربع طول الضلع، بس الاضلاع الطويلة بس، فما تاخدش الكلام ده بالنسبة لأضلاع قصيرة. فأضلاع قصيرة يبقى تقليل الطول أقل فعالية، مبقاش فعال قوي، لأن المنحنى ما بيبقاش منحنى زي الأضلاع الطويلة. وآخر حاجة استخدام معاملات الأمان بيكون طبقا للخطورة اللي أنت هتقررها. ماشي، لو في أسئلة؟ طيب ده سؤال ممتاز جدا جدا جدا. السؤال بيقول في التصميم، هل يتم حساب الرهين حيث يتم تحديد ردد العربات والمركبات ام لا يؤثر؟ تمام؟ السؤال السؤال ده في ثانية ولا في ثالثة؟ ده الأولى. طيب إجابة السؤال ده تعتمد على حاجة واحدة بس، هو أنت عارف تردد العربية اللي هتعدي من تحت الكوبري أو من فوقيه يعني؟ خلي بالك ان القطر بيطلع ويسرع ويجري وهو داخل بسرعه ويهدي، يعني تردده بيتغير، يعني تردد العربيه بتاعتك مختلف، بيبدا من صفر ممكن يوصل للماكسيموم بتاعك، ده معناه انه مش رقم ثابت. طب هنعمل ايه؟ انت بتصمم المنشا بتاعك انه يشيل كل الترددات اللي في النص دي كلها، يعني من صفر لغايه اقصى حاجه، تمام؟ ودي بنشرحها بالتفصيل في كورس الديناميكس، أيوة زي ما اللي قدامك ده بيقول. اتجاهات الانبعاث تحدث في جميع الاتجاهات وليست اربع اتجاهات فقط. طيب احنا عندنا السؤال ده سؤال غريب شويه بس هجاوب عليه. لو انت نقطة في الفراغ فانت عندك 6 اتجاهات اكس واي كده، اكس يمين وشمال، واي يمين وشمال، زد فوق وتحت، جميل؟ يعني 6. العمود مستحيل ينبعك في اتجاه، يعني العمود اهو هينبعك كده ازاي؟ فينبعك يا كده يا كده، التالتة دي انه يتحرك، فهم يعتبروا 4 مش 6. ماشي؟ الأرش منحنى أضعف من المستقيم، وإحنا بنخاف من قوة الضغط. والإسبان، طب دي خليني أظن ده إجابة السؤال ده كان أنا مش فاهم الإجابة. طب هل في أسئلة تاني؟ حتى أسئلة على المرة اللي فاتت لو في يعني. صفا